وفي وبعدين داخلين على الجمال قلبك عمال مش عارف ايه اللي هتعمل فيك. لازم وانت معدي اولا الشنط هتتفتش، ثانيا لو معاك حاجه هتتجمرك، فانت قلبك بيدق لحد ما تعدي من الجمرك تقول الحمد لله اخيرا عديت من الجمرك. وبينما انتم بقى واقفين كده كلكم، اللي معاه اربع شنط واللي معاه شنطتين واللي معاه خمسه واللي معاه واللي معاه، فجاه لقيتوا واحد معدي من جنبيكم بشنطه هاند باك حاططها على كتفه ومعدي بيها. محدش قال له انت رايح فين، عدى وراح ماشي. ايه اللي حصل؟ الراجل ده يا دوب جاي بس هو خدمتين في الشنطه دي وبعض الادوات اللي بيستعملها، يعني الحاجات البسيطه جدا اللي بيستعملها، كريمات مش عارف حاجات كده، ومعدي. في معاك حاجه؟ ما معيش حاجه. طب اتفضل مع الف سلامه. عدى لان حمله خفيف، ده يذكرك بالاخره. برضه مش هتعدي في الاخره الا لما يكون حملك خفيف. لا تنسوا الاعجاب والاشتراك يا سيدنا. طول ما ذنوبك خفيفه قوي هتعدي بسهوله، وطول ما الذنوب تقيله هتتسئل، وطول ما انت بتجمع الدنيا كلها حواليك وعمال تستزيد من الدنيا، وده مش حرام، بس اعمل حسابك زي ما هتجمع زي ما في يوم هتتحاسب. زي ما بتخش كده مول وعمال ماسك السياره بتاعت التسويق وعمال تحط في السياره تحط في السياره، هتيجي عند الكاشير لازم تقف ولازم يقولك تعالى بقى وريني جبت ايه، وكل واحده يحط عليها الجهاز عشان يشوف السعر بتاعها، وفي الاخر يجمع لك الفاتوره ويقول لك مثلا 5000 6000 10000 حسب اللي انت اشتريته، لكن لا يمكن هتعدي ببلاش. هي دي المساله، ان امور الدنيا فيها اشياء بتفكرك بالاخره، بيوم الحساب، بيوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، حينما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسالك عن كل صغيره وكبيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. فربنا بيقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم، ما فيش ظلم يوم القيامه، يعني سبحانه وتعالى يحاسبنا على مثاقيل الذر من الحسنات ومن السيئات بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله هو الحكم العدل، واعظم محكمه في الكون ده كله هي المحكمه الالهيه التي ستنصب لنا يوم القيامه في ارض المحشر. فاعمل حسابك، خفف حمل الدنيا على قد ما تقدر، وخفف حمل الذنوب بالذات على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. ده في أمور النوافل، لما في الفرائض لازم تؤدي الفرائض، تمام؟ وما نهيتكم عنه فانتهوا، ما قالش فانتهوا عنه ما استطعتم، لأن ذنب واحد ممكن يضيع الإنسان. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو إن يوم القيامة تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، سيئة واحدة تدخلنا النار وحسنة واحدة تدخلنا الجنة، سبحانك يا ربي. يبقى عشر حسنة تدخلنا الجنة وسيئة واحدة تدخلنا النار. فعشان كده بقول لك خف الحمل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابي، مع ان الشباب من العمر لكن لخطورة شأن الفترة دي، لان هي فترة الشهوة وفترة القوة وفترة الفتوة وفترة العياذ بالله المعاصي بجد فعلا هي فترة الشباب، واخد بالك؟ قال وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه من وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، مش كفاية وفيما أنفقه، لازم تكون جبت المال من حلال، ولما انفقت المال ما يكفيش ان انت تصرفه في حلال، ده كمان لو صرفته في حلال ما تبقاش مبذر ولا مصرف، لازم تصرف كده ايه بالعقل كده، واخد بالك؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالمولى عز وجل لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى. عشان كده الانسان لابد ان هو ياخد باله الفلوس جايه منين ورايحه فين، ولازم ياخد باله من شبابه ومرحله شبابه، ولازم ياخد باله من عمره، ولازم ياخد باله انه لازم يجدد التوبه، لان ممكن نقع في ذنوب احنا مش واخدين بالنا منها، فلابد ان نلقى الله على توبه، ومن لقي الله على توبه كان من اهل الجنه، زي ما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان دعاء سيد الاستغفار من قاله بالليل ومات كان من اهل الجنه، ومن قاله بالنهار ومات كان من اهل الجنه، لان دعاء سيد الاستغفار. اللهم ارزقنا توبه نصوحا ترضيك عنا، ويا رب خفف حمولنا من الدنيا سواء كانت من الدنيا أو من الأوزار، واجعلنا يا رب ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.